اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elder Ring. بهالحلقه عندنا قتال التنين ماجما. طبعا قاتلوه باكثر من مكان. قاتلناه بحلقه سابقه كان اسمه ماجما ماكار. هذا طبعا هنا ما لكم علاقه بالسلاح اللي استخدمه، استخدم سلاح بدمج فاير نار. بس قاتلت الان اصلا الاتاك بار مالتي كلش عالي بالنسبه لهذا الديفنس، هذا الزعيم بالنسبه لمستوى هذا الزعيم يعني. بس انتم تستخدموا مثل ما وضحت بالانترو السكالت روت والبويزن، وتستخدمون سلاح بضرر ماجيك او شو اسمه هولي او لايتنينج. تمام، بس انا لين سترينت مالتي عالي فما عندي مشكله بسيف ولا قتله. تمام، دمج مالتي كلش عالي بالنسبه لهذا الزعيم. طبعا هاي مسوها توخرون من الضربه، يعني بدي يصعد بس توخرون من الضربه. بس انا لين مثل ما قلت لكم يعني سهوله انه قتله ما عندي مشكله فيها. تمام، دمج كلش، دمج مالتي كلش عالي. تمام، تقدرون تخلون تسوون تستخدمون الشيل حتى تصدون هاي الضربه، او تسوون باري توخرون منها بس مو اكثر. طبعا تستخدمون التعويذه تزيد لكم بشكل كلش كبير الدفاع ضد النار. المهم زيدوا دفاعاتكم ضد النار قدر الممكن ضد هذا الزعيم، ولا تستخدمون عليه اسلحه نار اذا كان مستواكم قليل. يعني قبل لا تستخدموا سلاح انه بيدمج ماجيك او لايتنينج او هولي كيفكم، هاي قطعنا عليها. طبعا طانا دراجون هارت وطانا سلاح مون بيل. تمام اصدقائي، هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى تنسون الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.